الشركة بتاعتنا حضرتك من ضمن مجموعة شركات نهضت صناعة الموازين على أيديها من زمن، يعني لو حسبنا احنا المؤسسة نشأت سنة 1940 على ايد والدي رحمة الله عليه، والصناعة ديت من الصناعات النادرة جدا. نهضت الصناعة بتاعة الموازين من ما يقارب 100 سنة، اهتم بيها عدد من تجار الموازين، ناس محترمة أخلصوا جدا للمهنة بتاعتهم، وكانوا بيتنافسوا بشرف حقيقي، يعني كانوا بيشتغلوا بإيديهم كمان. الحقيقة بدأنا بأنه نعمل كوبي على الموازين اللي كانت موجودة، وكانت من أشهر الموازين اللي اتعملت في الوقت ده، وكان لنا الشرف أن سيادة الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه كان زار جناح المعرض بتاعنا في المعرض الصناعي الزراعي سنة 1966. ببساطة شديدة الميزان تقريبا لو حد فكر فيه في دقيقة كده هيكتشف ان الميزان موجود في كل حتة في مصر، في البيت موجود، في المحل موجود. انواع الموازين كمان حقيقه في تطور سريع، في لزمن علينا احنا بقى تجار الموازين القدام ان هم يتماشوا مع التطور دوت. فاتنقلنا من الميزان اللي قلنا عليه البلدي ابو كفتين، الميزان النص ذاتي، الميزان الذاتي، كل ده كانت موازين ميكانيكيه، للميزان الالكتروني اللي تقريبا مكوناته ببساطه شديده جدا خليه بتحس بالوزن، كابل بيوصل اشاره لشاشة زي شاشة الساعة الإلكترونية، كل ما بنضغط على الميزان أو على وحدة الحساس اللي هو بيسموه اللوتسيل دي تدي إشارة للشاشة فوق فتدينا الوزن بتاعنا ببساطة. الميزان بالفعل في شركات يعني صنعت الميزان، صنعت البوردة اللي هي أخطر جزء في الميزان، صنعت الهاوزنج بتاعه، الصندوق بتاعه، الشاشة، صنعت البودي بتاع الميزان. يمكن الخلايا دي أعتقد إنها يعني صعبة شوية إنها تتعمل في مصر. الخلايا بتاعة الميزان اللي هي بتحس بالوزن لمجرد ما بنضغط عليها بتدي إشارة. الخلايا دي حضرتك بتتصنع في حوالي 4 بلاد على مستوى العالم. تقريبا كل اللي بيتاجر ويصنع في الموازين في العهد القديم كان معظمهم في القاهرة. بعد كده على مستوى المحافظات يعني كان لا يتعدى ال 200 300 تاجر وصانع، وده رقم يمكن اكون مبالغ فيه شويه. النهارده حضرتك موجود صناعه وتجاره الموازين من اول مرسى مطروح لغايه اسوان، هي مطلوبه.